السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو وريفيو جديد من عالم السيارات. معاكم عمر عبد المقصود، ومعانا النهاردة أقوى عربية طرحت من بيجو في السوق المصري لحد النهاردة، النسخة الجي تي ماكس من بيجو 508 طرحت في السوق المصري من ساعات قليلة. هنتعرف عليها النهاردة، وتحديدا بنسختها اللي بتيجي بفرش جلد باللون الأحمر، لأن عندنا نسخة تانية بتنزل بفرش جلد باللون الأسود. هنتعرف كمان على أبرز الفروق ما بين نسخة الجي تي ماكس ونسخة ال 508 او الفئات اللي بتنزل بيهم 508 بشكل عام في السوق المصري. طبعا ابرز الفروق دي هو السعر، عندنا فرق 85000 جنيه فرق سعر ما بين اعلى فئه من فئات بيجو العاديه اللي هي الجي تي لاين وما بين الجي تي ماكس. عندنا كمان فروق متعلقه بالتجهيزات الخارجيه والداخليه، كل التفاصيل دي هنتكلم عليها النهارده في الفيديو بتاعنا، بالتعرف على النسخه الرياضيه من 508 وتحديدا نسخه الجي تي ماكس بمحرك ال 1600 سي 215 حصان 300 نيوتن متر عزم. فاصل صغير هناخد فيه لفه حوالين العربيه بسرعه ونرجع نكمل. مقدمة كلامي كده، عندنا فرق في السعر ما بين الجي تي لاين من 508 واللي هي تعتبر الاعلى تجهيزا ما بين فئات ال 508 في السوق المصري، وما بين الجي تي ماكس اللي هي دلوقتي تعتبر الاعلى تجهيزا والاقوى ما بين عربيات بيجو بالكامل المطروحه في السوق المصري. 84000 جنيه راحوا فين؟ هو ده السؤال اللي احنا هنجاوب عليه النهارده في الفيديو بتاعنا من خلال استعراض الاوبشنز الموجوده في الجي تي ماكس. مبدئيا نرجع للجي تي لاين، الجي تي لاين بتطرح بنسختين، نسخه بفرش جلد اسود بسعر 606000 ونسخه بفرش جلد احمر وبتنزل بسعر 612000، في حين ان الجي تي ماكس اللي معانا النهارده بتطرح بسعر 690000 للجزء او النسخه الخاصه بالفرش بالجلد الاسود، والنسخه الخاصه بالفرش الجلد الاحمر بتطرح بسعر 696000 جنيه. النهارده هنتعرف على اهم الفروق ما بين الجي تي لاين وما بين الجي تي ماكس اللي معانا النهارده، واللي طبعا زي ما قلنا اولها السعر، وتاني حاجه عندنا كمان منظومه الحركه الموجوده في العربيه. في اختلاف بسيط في منظومه الحركه هنتكلم عنه فيما يتعلق بجزئيه المحرك، ولكن خلونا نبتدي باهم التجهيزات الموجوده في مقدمه العربيه ونتعرف على اهم الاختلافات ما بين الجي تي ماكس والجي تي لاين في المقدمه. تكشيره الاسد اللي قدامكم دلوقتي واضحه جدا في تصميم مقدمه العربيه دي، ما اختلفتش في اي من فئات بيجو 508 المطروحه في السوق المصري من اول فئه لحد ال 508 الجي تي ماكس، ما فيش اي اختلاف في التصميم، ولكن التجهيزات هنا بتختلف الى حد ما. مبدئيا عندنا منظومه اضاءه ال اي دي بالكامل سواء اماميه او خلفيه، طبعا بتاخد الايفكت بتاع مخالب الاسد او انياب الاسد، لان يعني المخالب بتبقى في الاضاءه الخلفيه، اما في الامام فبتكون انياب الاسد، واللي بتظهر تحديدا في الاضاءه النهاريه اللي موجوده هنا واخده شكل الناب بتاع الاسد. طبعا الشبكه الاماميه بتيجي بتطعيمات من الكروم مع البيانو بلاك او بلاستيك الاسود اللامع، مع فتحات تهويه موجوده سفليه وفتحات تهويه كمان موجوده على الشبكه الاماميه. عندنا كمان تجهيز بيميز الجي تي ماكس عن غيرها من فئات 508 كلها بما فيها الجي تي لاين، وهو الكاميرا الاماميه اللي موجوده عندنا هنا. طبعا دي موجوده زي ما قلت لكم في الجي تي ماكس، مش موجوده في اي من فئات ال 508 المطروحه في السوق المصري. ده كده سريعا اهم التجهيزات، بالاضافه كمان لتجهيز موجود كمان ومشترك ما بين الجي تي لاين والجي تي ماكس، وهو سنسور الركن الاماميه الموجوده على طول الاكسدام الامامي. عندنا حوالي 4 أو 6 نقاط سنسور اماميه موجوده في مقدمه العربيه هنا. ده كده سريعا ما يتعلق بالمقدمه. تعالوا نتكلم على المحرك ومنظومه الحركه، لان فيها ابرز اختلاف ما بين فئات ال 508 كلها وما بين الجي تي ماكس. ركز معايا في فتحه الكبوت علشان اللقطه دي مهمه. مبدئيا عندي 2 مساعدين بيساعدوني في رفع الكبوت لان وزنه وحجمه كبار. عندي كمان عزل كامل موجود بالاضافه لتصفيح كامل اسفل المحرك. ندخل بقى على منظومه الحركه، ومكونه من محرك بسعه 1.6 لتر او 1600 سي سي بيور تك، متوصل على شاحن تيربو، هو نفس المحرك الموجود في كل فئات البيجو 508، ما فيش اي اختلاف. لكن التوصيل بنقل الحركه هو اللي مختلف. نقل الحركه هنا في جي تي ماكس مكون من 8 سرعات من شركه ايسن اليابانيه، في حين ان هو في بقيه فئات البيجو 508 بيكون نقل حركه اوتوماتيكي تقليدي من 6 سرعات. ده هيخلي كمان في اختلاف في القوه الحصانيه
العزم اللي بينتجهم منظومه الحركه الموجوده هنا في جي تي ماكس، وهي واحده من ابرز المميزات وابرز الاختلافات ما بين الجي تي ماكس وما بين فئات بيجو 508 المطروحه في السوق المصري. القوه الحصانيه المولده من خلال منظومه الحركه اللي موجوده هنا في جي تي ماكس بتبقى عباره عن 215 حصان وعزم بيوصل ل 300 نيوتن متر عند 2000 لفه، التسارع من 0% في 7.5 ثانيه تقريبا. اما فيما يتعلق ببقيه فئات البيجو 508 فبيكون القوه الحصانيه 165 حصان والعزم بيبقى 240-245 نيوتن متر في الرينج ده، وبيكون بتظهر طبعا اقصى عزم للعربيه عند 1400 لفه او 1450 في الحدود دي. التسارع بتاع العربيات الثانيه او الفئات الثانيه من بيجو 508 بيكون في حوالي 8.5 او 8.9 ثانيه من 0 ل 100. ده كده سريعا ابرز اختلاف وابرز نقطه قوه موجوده هنا في جي تي ماكس، 215 حصان و300 نيوتن متر عزم. ده كده بشكل عام منظومه الحركه في جي تي ماكس. تعالوا بقى نتكلم على جنب العربيه وابرز التجهيزات الموجوده فيها. الجنط الموجود هنا في جي تي ماكس جنط مميز مش هتلاقوه غير في الجي تي ماكس، مقاسه 18 انش ولكن النقشه بتاعته هي اللي مخليها مختلفه عن بقيه النقاشات الموجوده في جنوط 508 المطروحه في السوق المصري. بيتوتون رصاصي فاتح مع اللون الاسود اللامع اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي. بعض التجهيزات بقى الاخرى المختلفه في الجنب، منها مثلا على سبيل المثال المرايات الجانبيه اللي بتيجي بلمسه جماليه مكونه من غطاء من اللون الاسود اللامع او البيانو بلاك، بالاضافه كمان للاشارات الجانبيه اللي فيها، بالاضافه كمان لنقطه مميزه هنا في الجي تي ماكس بتميزها عن غيرها من فئات ال 508 وهي البلايند سبوت ديتكشن او نظام كشف النقاط العمياء. طول قاعده العجلات واحد في كل فئات ال 508، ما فيش فيه اي اختلاف، 2.79 متر. اما الخلوص الارضي فغير معروف ولكن هو في رينج حوالي 13-14 سنتي في الحدود دي، فتعتبر العربيه الى حد ما منخفضه شويه على الارض. عندنا كيلس انتري او دخول العربيه بدون استخدام المفتاح للابواب الاربعه، مش بس اللي بين الاماميين، لا للابواب الاربعه ما فيش فيه اي اختلاف. فريم موجود حوالين الازاز الجانبي اللي موجود هنا من البيانو بلاك او بلاستيك الاسود اللامع. هنلاحظ ان المرايات الجانبيه قابله للضم والتسخين والضبط كهربائيا، والضم بتاعها بيكون اوتوماتيكيا مع فتح وقفل العربيه. هنلاحظ كمان انه الابواب بتيجي زي ما احنا شايفين كده فريمليس، بتدي منظر رياضي للعربيه وشكلها مميز ومختلف. عندي كمان نقطه مهمه جدا، فتحه السقف الموجوده هنا البانوراميه مع الازاز الخلفي اللي بيجي فامي بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده، بالاضافه كمان للازاز الخلفي تماما. هنلاحظ كمان تطعيمات جي تي المكتوبه هنا في الجزء الخاص بالاكس او العارضه اللي موجوده هنا، بتاخد شكل التصميم الكوبي شويه اللي احنا عارفينه ومميز لل 508. وهنلاحظ ان كلمه زي ما قلت لكم جي تي مكتوبه هنا على جزء من البيانو بلاك، بيدي منظر شيك العربية مع خط كتف بارز ورياضي جدا بيميز شكل العربية من بعيد. هنلاحظ كمان زي ما قلت لكم انه في وحدة رفع موجودة هنا في العربية، لو قفلنا الباب اول حاجة وبعد كده تاني تكة لو دوسنا عليها دوسة مطولة هيقفل معايا الازاز الاربعة وهيقفل معايا كمان فتحة السقف بدون اي مشكلة. طيب ده كده سريعا ما يتعلق بجنب العربية. تعالوا بقى ندخل على ظهر العربية. في الظهر هنا ما عنديش اختلافات كبيرة قوي او تقريبا ما فيش اختلافات ما بين الجي تي لاين وما بين الجي تي ماكس اللي معانا النهاردة. وخلونا نبتدي بالتجهيزات الخارجية كده من بره ونتعرف عليها سريعا. مبدئيا منظومة الاضاءة الخلفية اللي بتيجي ال دي بالكامل زي ما اتفقنا احنا كنا في المقدمة، واتفقنا كمان ان في المقدمة عندي انياب الاسد، اما في الخلف فعندي بيسموها الكلاو افكت او افكت المخالب او تأثير مخالب الاسد، لانه منظومة الاضاءة الخلفية بتاخد تجزيعة او خطوط كده شبه مخالب الاسد، بالاضافة كمان لان منظومة زي ما قلت بالكامل بتيجي الاديب، حتى كمان اضاءة الاشارات بتيجي الى حد ما دايناميك او هي مش دايناميك قوي ولكن بتاخد شكل شريط رفيع كده شكلها شيك وهي بتشتغل مع الاشارات اليمين او الشمال. عندنا كمان الجزء ده اللي بيجي من البيانو بلاك، في تحت منه موجود المقبض اللي بيفتح من خلاله باب الشنطة الخلفية اللي موجودة هنا. عندي كمان كاميرا خلفية موجودة في الجزء السفلي اللي موجود هنا مع حساسات ركن خلفية او سنسورز ركن خلفية. عندي فتحتين شكمان حقيقيين موجودين على اليمين والشمال او الجزء الخلفي اليمين والشمال من الديفيوزر الخلفي اللي موجود هنا اللي بيجي من البيانو بلاك، وشكله مميز ورياضي جدا مع زعانف سفليه موجوده هنا علشان يدي افضل ايروديناميك او افضل احتكاك هواء للعربيه على السرعات العاليه وافضل ثبات كمان. طبعا عندي الجزء الخاص باشارات الريفرس او الرجوع للخلف موجوده هنا عند او جنب عواكس الاضاءه المثبته على الديفيوزر الخلفي. تعالوا بقى ندخل على الشنطه. الشنطه بتفتح باكثر من طريقه. مبدئيا عندي زرار موجود
في الريموت كنترول، عندي زرار موجود على باب الشنطة، عندي زرار موجود كمان في الكونسول الأمامي، وممكن كمان أفتحها من خلال سنسور الرجل بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده بتفتح معايا. مساحة الشنطة 478 او 487 487 اولموست تقريبا 500 لتر، 487 لتر مستغلين بشكل كامل مع قابليه لزياده المساحه الخاصه بالتخزين في الشنطه الخلفيه من خلال طي الكنبه الخلفيه 40 60 عشان تتخطى ال 1000 لتر كمان من المساحه الخاصه بالتخزين. مجموعه من النقاط المهمه اللي بتميز مساحه التخزين في الشنطه هنا، اولها انه الازاز الخلفي بيفتح مع باب الشنطه فبيديك مساحه دخول مهوله جدا وسهله جدا في عمليه التحميل، بيسهل عليك كمان في عمليه التحميل شفه التحميل اللي موجوده هنا اللي هي الى حد ما تعتبر قصيره مش كبيره، يعني حوالي تقريبا 3 عقل صابع او بتاخد طول صابع تقريبا، فدي برضو تعتبر يعني مسافه مش قليله. هلاحظ وجود سب ووفر مخصص هنا بالساوند سيستم الموجود، والمميز في نسخه الجي تي ماكس هنا ان عندنا 10 سماعات بنظام ساوند سيستم فوكل هنتعرف عليه لما نركب قدام. طيب الجزء السفلي من مساحه التخزين في الشنطه موجود فيه الاستبن الخاص بالعربيه، استبن عادي مش بيجي بنفس المقاس ولا بنفس الجنط الخاص بالعربيه مع العده الخاصه بالاستبن. زي ما قلت لكم مساحه التخزين 487 لتر مستغله بشكل كامل، عندي فتحه 12 فولت موجوده هنا مع اماكن لشد الاحبال او لو هشد اي حاجه اربطها او حاجه ففي حاجات بتساعد هنا، مع رف اضافي موجود هنا غير قابل للازاله، يعني الرف ده موجود مثبت بشكل كامل في العربيه. ما عنديش وحدات اضاءه معقول، لا في وحده اضاءه باللون الابيض موجوده هنا بتيجي اضاءه ال اي دي كويس موجوده على الجنبين اليمين والشمال. طبعا ممكن زي ما قلت لكم الغي الجزء الخاص بفتح الشنطه بالرجل او ممكن يعني افعله من خلال زرار موجود هنا، وهنا الزرار الخاص بفتح وقفل الشنطه لانها تفتح وتقفل كهربائيا. طيب تعالوا بقى نتكلم على بعد كده ندخل على الكنبه الخلفيه ونتكلم بقى على المقصوره الداخليه الخاصه بالركاب وابرز التجهيزات اللي موجوده فيها واللي بتميز النسخه الجي تي ماكس من بيجو 508. الكنبه الخلفيه والمقصوره الداخليه من 508 جي تي ماكس، مبدئيا اللون الاحمر باين عندكم اكيد، يعني اللون الاحمر مميز جدا، درجه اللون كمان مختلفه. زي ما قلت لكم في البدايه عندنا نسختين من جي تي ماكس الموجوده من 508، النسخه الاولانيه بتيجي بفرش جلد باللون الاسود، والنسخه الثانيه اللي بتزيد 7000 جنيه بتكون من اللون الاحمر او الجلد الاحمر زي ما احنا شايفين اللي هي معانا دلوقتي. طيب في اختلافات تانية ما بين الفئتين او اللونين؟ لا مفيش اختلافات ما بين الجي تي ماكس في اللون الاسود او اللون الاحمر، فقط الاثنين نفس الاوبشنز داخليا وخارجيا. طيب ايه الاوبشنز الموجوده بقى في الكنبه الخلفيه هنا؟ مبدئيا عندنا فتحات تكييف خلفيه، عندنا فتحتين يو اس بي تايب اي للشحن الخلفي، نفق الفتيس مش مرتفع لكن في نفق فتيس واضح، ممكن اقعد في النص هنا مش مرتاح قوي لو حطيت رجلي على نفق الفتيس لانه هلاحظ ان ركبي هتبقى خبطه في الكراسي الاماميه، ولكن على المسافات القصيره هيبقى كويس، لكن على المسافات الطويله مش هيبقى مريح قوي لشخص بالغ وطويل هيركب في المنتصف. بشكل عام السقف بيضايق، السقف انا حاسه منخفض الى حد ما برغم انه في مراعاه في التصميم بتاع السقف علشان الكيرف اللي واخد شكل العربيه، احنا قلنا من بره ان هي واخده شكل الكوبي شويه، فنلاحظ ان هو في الجزء ده بينزل منخفض وبعد كده بيبقى فيه تجويف هنا علشان يديك مساحه راس الى حد ما كويسه، ولكن محسساني بان انا قريب من السقف. هو في مسافه، في مسافه حوالي 4 صوابع ما بين السقف وما بين راسي، ولكن برضو احساس انه السقف ضيق شويه او نازل عليك بيدي احساس كده بالرهبه شويه. لكن بشكل عام الماتيريال المستخدم في العربيه زي ما اتفقنا هو الجلد، القعده في الكرسي او في الكنبه الخلفيه هنا مريحه جدا، تصميم الكنبه كمان مريح جدا، الجلد ماتيريال نابا طبعا، جلد نابا الماتيريال بتاعته ظريفه، عندنا كمان اماكن تثبيت مقعد الاطفال او الايزوفيكس، بالاضافه كمان لامكانيه طي الكنبه الخلفيه بالشكل اللي احنا شايفينه ده 40 60 علشان يزود لي مساحه الشنطه اللي هي اوريدي اصلا واسعه زي ما اتفقنا احنا بنتكلم في ظهر العربيه. طيب عندنا ايه كمان مميز هنا في الجزء الخاص بالكنبه الخلفيه؟ انا لازم اقفل الحزام كده بالشكل ده. طيب عندنا كمان مسند ايد خلفي مع 2 كاب هولدر مع جزئيه خاصه بالايزي اكسس او الدخول السهل للشنطه من خلال مسند الايد الخلفي، ولكن معرفش ليه دايما بلاحظ انه في عربيات كتير مش بس هنا في 508 ما عنديش جزء اشد منه مسند الايد، لازم ادخل صبعي كده بالشكل ده عشان اقدر انزل مسند الايد. طبعا مساند الراس تصميمها مميز جدا، والماتيريال المستخدم في الابواب الخلفيه بشكل عام بيبقى ما بين السوفت ماتيريال اللي شكلها مميز، تقفيلها كمان مميز، هنلاحظ
السماعات الفوكل الموجوده هنا وهنتكلم عنها باستفاضه لما نطلع قدام، مع بطن الباب اللي بيجي بلون جلد اسود، مع تطعيمات من الكربون فايبر ستيكر، والمقابض اللي موجوده هنا في الباب برده بتيجي بنفس لون الجلد المستخدم في الفرش، مع مساحات تخزين خلفيه يعني الى حد ما مش كبيره قوي لكن قدام بتبقى حجمها اكبر، مع مساحات تخزين موجوده هنا في ظهر الكراسي الاماميه اللي بتيجي طبعا سوفت زي ما احنا شايفين، ما بيبقاش بلاستيك ناشف، بيجي بلاستيك سوفت زي ما احنا شايفين كده، بيبقى كمان علشان سهل ياخد ويدي. ومع ذلك انا ظابط كرسي السائق على وضعيه القيادة الطبيعيه بتاعتي، وعندي مساحه كبيره كمان قدام رجلي مع ارتفاع كمان كويس جدا لاسفل الرجل. هنلاحظ كمان ان كرسي السائق وكرسي الراكب الامامي قابل لضبط الارتفاع بتاعه كهربائيا، وكل الضبط بتاع الكراسي الاماميه كهربائيا لاكثر من اتجاه عشان يديك افضل مساحه في الخلف، مع طبعا بالاضافه كمان لطول قاعده العجلات ال 2 متر و700 وشويه، فيعني الرقم كويس وميديك مساحه وبراح داخل المقصوره، باستثناء زاويه ما قلت لكم نقطه اللي خنقتني او نقطه الضعف اللي هي شخصيه بالنسبه لي، جزئيه السقف تحسه منخفض شويه، فبيديك احساس ان العربيه سبورت ولكن مش دايما، مش في كل الاوقات الواحد بقى محتاج ان العربيه تكون سبورت او تحس ان العربيه نازله السقف نازل عليك كده. وحدات الاضاءه الموجوده هنا بتبقى تاتش، وبتبقى هي طبعا مش هتقفل دلوقتي عشان انا فاتح الباب، لكن هي بتبقى تاتش وبتيجي ال اي دي كمان، شكلها مميز، ولون السقف بيجي باللون الاسود مع فتحه سقف بانوراميه لطيفه جدا وشكلها مميز جدا، والفتحه بتاعتها سواء الفتحه بتاعت الازاز او حتى الستاره الداخليه الاثنين بيبقى فتح وقفل بالكهرباء بالكامل، ليهم ازرار موجوده في الكونسول العلوي اللي هنتعرف عليه لما نطلع قدام. ده كده الكنبه الخلفيه، تعالوا بقى نطلع قدام ونتكلم على عمود السلامه والامان والافتتام سيستم والدلع اللي موجود في التابلو الامامي. وصلنا للكونسول الامامي في بيجو 508 والنسخه الجي تي ماكس تحديدا، واللي بيميزها مجموعه كبيره من التجهيزات المختلفه واللي مش هتلاقوها في بقيه فئات ال 508. ومن اهم التجهيزات المختلفه عن بقيه الفئات دي متعلقه بعوامل السلامه والامان او السيفتي باكج. مبدئيا عندنا 6 اير باج موجودين هنا في العربيه، طبعا عدد الاير باجز بتختلف على حسب الفئه اللي انت مختارها، ولكن زي ما قلت لكم عندنا 6 اير باج موجودين، عندنا كمان 2 امامي 2 جانبي و2 ستا ايري. اما فيما يتعلق بالجزء الخاص بانظمه الفرامل وانظمه الاتزان الالكتروني او الثبات الالكتروني للعربيه، فهي واحده في كل فئات ال 508، مفيش فيها اي اختلاف. رقم واحد عندنا طبعا الاي بي اس، الاي بي دي، عندنا الاي اس بي بالاضافه كمان لنظام دعم للاي اس بي، وعندنا كمان الهيل لانش اسيست وفرامل الايد الكهربائيه. طيب ايه المختلف بقى في عوامل السلامه والامان هنا في الجي تي ماكس؟ عندنا 3 نقط او نقطتين، وفي النقطه الثالثه دي في ناس بتعتبرها كماليه وفي ناس بتعتبرها من عوامل السلامه والامان. النقطه دي هي الكاميرا الاماميه، احنا قلنا ان في كاميرا خلفيه وكاميرا اماميه كمان موجوده في الجي تي ماكس هنا بتميزها عن غيرها من الفئات بتاعه ال 508. عندنا كمان نقطه مهمه جدا وهي نقطه الركن الذاتي او البارك اسيست الموجود هنا، وده بيخلي العربيه تركن اوتوماتيكيا لوحدها، وليه شورت كات موجود على عصايه ناقل الحركه. عندنا كمان بلايند سبوت ديتكشن او نظام كشف النقاط العمياء الموجود في المرايات الجانبيه. في بعض الانظمه الموجوده في بعض فئات ال 508 زي مثلا نظام تنبيه السائق في حاله الارهاق، عندنا كمان التاير بريشر مونيتورنج او نظام مراقبه ضغط الاطارات، بالاضافه كمان لقياس الحراره او درجه الحراره خارج مقصوره الركاب او خارج العربيه بشكل عام. ده كده سريعا ما يتعلق بالسيفتي باكج الموجوده في العربيه، طبعا في احزمه امان اماميه وخلفيه، بالاضافه كمان للايزوفاكس او اماكن تثبيت مقاعد الاطفال، دي حاجه مفروغ منها. دي ندخل بقى للتصميم الخاص بالتابلو والمميز والمبهر جدا الحقيقه لسببين. السبب الاول انه بيحسسك ان انت فعليا محور اهتمام ومركز اهتمام العربيه بشكل عام، وده بسبب ان كل حاجه مبدئيا سهل الوصول ليها، بالاضافه كمان لان هي بصلك بشكل عام، يعني سواء شاشه الاعدادات واضحه جدا بالنسبه لك مع تصميم عجله القياده اللي بيساهم بشكل كبير في وضوح شاشه الاعدادات، ما بيعيقش ابدا رؤيه شاشه الاعدادات مهما رفعت عجله القياده، عجله القياده نفسها قابله للضبط في 4 اتجاهات فوق وتحت وقدام وورا، ومع ذلك مع اقصى ارتفاع لعجله القياده واقصى تقديم لعجله القياده شاشه الاعدادات بالنسبه لك بتبقى واضحه ما فيش فيها اي اعاقه. النقطه الثانيه كمان المتعلقه بالتصميم بتاع العربيه زي ما قلت لكم هو الوصول لاي حاجه عايز توصل لها وانت في مقعد السائق هنا، بتوصل بسهوله، كل حاجه تحس ان هي مايله عليك، فبتديك اهتمام او محور اهتمام للعربيه بشكل عام.
هنلاحظ كمان ان التصميم في حد ذاته تصميم الى حد ما بيجو بتقول عليه تصميم مستقبلي. فعلا انت بتحس ان انت سايق عربيه من المستقبل او سايق حاجه يعني مختلفه، مش تصميم عربيه عاديه او تصميم طابلو بنحط مثلا فتحات تكييف على شاشه عدادات على شاشه وخلاص وكده، لا كل حاجه منتقاه بعنايه، فيه اهتمام بالتفاصيل متعلقه بالتصميم الداخلي للعربيه. وخليني اقول لكم ان العربيه اصلا اوريدي واخده جوائز كتير متعلقه بالتصميم سواء خارجيا او داخليا. شاشه العدادات بتيجي ايكوك ديجيتال من تصميم بيجو 3D، يعني شاشة عدادات عظيمة جدا، ممكن من خلالها اقدر اتحكم في كتير من الالوان اللي انا عايز اختارها، وبالاضافة كمان هي الوانها بتتغير على حسب درايف مود اللي انا عليه، بالاضافة كمان للثيم، يعني ممكن اغير شكل العدادات زي ما احنا شايفين كده. بصوا ممكن اغير اخلي نافيجيشن سيستم يظهر على شاشة العدادات وخلي السرعة تبقى موجودة هنا مع الـ RPM بيبقى عدادات كده شكلها ظريف، او ممكن اغير كمان يعني بتاتش صغير كده بختار شكل عداد مختلف، ممكن اخليه بالشكل اللي احنا شايفينه ده الشكل التقليدي العادي الطبيعي، اكتر من ثيم موجود، اكتر من لون موجود لشاشه العدادات. طيب نطلع قدام شويه هنلاحظ عجله القياده اللي بتاخد شكل الدي شيب، شكلها رياضي جدا طبعا، بتيجي من الجلد مع تطعيمات من البيانو بلاك، بتيجي طبعا تو سبوكس، سبوك يمين سبوك يمين وسبوك شمال. الزراير اللي موجوده طبعا تيجي مالتي فانكشن اكيد، الزراير اللي موجوده هنا جزء للتحكم في المكالمات والراديو وجزء للتحكم في الصوت بتاع العربيه والفويس كوماند للاوامر الصوتيه. طيب الجزء التحكم في مثبت ومحدد السرعه موجود لدراع اسفل الدراع الخاص بالاشارات الجانبيه، الدراع ده فيه مثبت ومحدد، مش مثبت بس، مثبت ومحدد للسرعه، وزي ما قلت لكم شعار جي تي الموجود هنا، بالاضافه كمان لامكانيه التحكم في اتجاه عجله القياده في 4 اتجاهات. بالنسبه للاتجاهات هياخدنا بقى للكراسي الاماميه، الكراسي الاماميه هنا كلها بالكامل كهربائيه سواء كرسي السائق او كرسي الراكب الامامي، فيها بعض المميزات كمان اللي بتخلي الجي تي ماكس مختلفه عن غيرها من فئات ال 508، وهي مثلا المساج الموجود في الكرسيين الاماميين، بالاضافه كمان لسخانات ليها شورت كاتس موجوده هنا في الكرسيين برضو الاماميين، اما الضبط بتاعهم زي ما قلت لكم في البدايه كده بيبقى كهربائي بالكامل سواء كرسي سائق او كرسي الراكب الامامي في اكتر من اتجاه مع دعم للجزء الخاص بالقطنيه. طيب تعالوا بقى نطلع على شاشه الانفوتيمنت سيستم الموجوده هنا واللي هي بتبقى اكتر من 10 انش، شاشه تاتش سكرين بتدعم الابل كار بلاي والاندرويد اوتو من خلال ابلكيشن لازم تنزله على الموبايل. السوفت وير بتاعها مش اسهل حاجه ولكن هتتعود عليه مع الدخول فيه اكتر من مره، هتتعود عليه بشكل سريع، ولكن في الوهله الاولى هتحس ان هو فيه تعقيدات الى حد ما عشان توصل للنقطه اللي انت عايزها. عندنا طبعا امبيانت لايت موجود في العربيه ولكن بيجي لون واحد موجود هنا في منتصف الطابلو من قدام وعلى الابواب الاماميه والابواب الخلفيه. طيب عندنا كمان الجزء بقى الخاص بالشورت كاتس الموجوده هنا، دي ازرار كليكابل موجوده علشان من خلالها اقدر اتحكم في الساوند سيستم او في التكييف اللي بيجي برده بالمناسبه تاتش سكرين، زي ما احنا شايفين ما عندناش ازرار متعلقه بالتكييف نهائيا، التكييف موجود جوه الشاشه الموجوده هنا مع زرار النافيجيشن سيستم الانترنال الموجود في العربيه مع زرار خاص بالتحكم في السيتنج بتاعت العربيه وفتح وقفل المكالمات ارجع للهوم بتاعه الشاشه، بالاضافه كمان للسيتنج الخاصه بالانفوتينمنت سيستم غير السيتنج الخاصه بالعربيه. طيب عندنا كمان لو دخلنا كده هنا هنلاحظ الحاجه السيتنج الخاصه بالباركنج او الهيد لايتس بتظبط الاضاءه الاماميه، عندنا الكومفورت او نظام الدلع الموجود في العربيه في اللايتنج بقى او في اللوك بتاع الابواب او الكلام ده كله، وعندنا كمان الجزء الخاص بالسيفتي بتاع العربيه اذا كان متعلق بالبلايند سبوت مونيتورنج او الخاص بالدرايفر اتنشن وورنينج اللي هو نظام تنبيه السائق في حاله الارهاق. على تحت الجزء اللي تحت كده من الازرار هنلاحظ وجود الازرار او حاجات خاصه بالسخانات اللي هي تاتش سكرين، بتيجي طبعا الشورت كاتس دي كلها بتيجي تاتش سكرين لسخانات، وبعد كده عندنا التهويه الخاصه بالازاز الامامي والخلفي والتهويه الخاصه باعاده التهويه الموجوده في مقصوره الركاب، بالاضافه لفتح وقفل التكييف طبعا اللي بيجي الدول زون وبيجي تاتش سكرين زي ما قلت لكم، ودول زون وبيجي كمان اوتوماتيكي مع فتحات تكييف موجوده في الخلف اللي اتكلمنا عنها واحنا بنتكلم في الكنبه الخلفيه. ندخل على الجزء ده من الطابلو، عندنا طبعا الكونسول الوسطي اللي موجود هنا اللي بيجي من الجلد بالكامل، عندنا جزء سفلي موجود هنا في فتحتين يو اس بي تايب اي، عندنا كمان زرار الستارت ستوب انجن مع زرار الخاص بالدرايف مود او السويتشنج او التبديل ما بين انظمه القياده. طبعا الجزء ده بيجي كله من البيانو بلاك زي ما احنا شايفين مع تطعيمات من البيانو بلاك موجوده حوالين السكرين او الشاشه الخاصه بالانفوتينمنت سيستم مع تطعيمات كمان موجوده هنا في الاجزاء الخاصه بالحته دي، وعندنا كمان هنا جزء
جزء خاص بالتخزين مع فتحة 12 فولت موجودة في جوه وحدة التخزين. اتنين كاب هولدر فيهم إضاءة موجودة سواء زي ما انتم شايفين كده، انا حاطط ازازة مياه قلت برضو عشان تبان معانا، مع فرامل الايد الكهربائية مع عصاية نقل الحركة الايسن الثمان سرعات. عندنا بقى مسند الايد اللي بيجي من الجلد، وهنلاحظ كمان انه بيفتح بشكل زي دولاب كده، شكله شيك جدا، بيجي من جوه بالفرش بتاعه مفروش من جوه بالشاموه، في فتحة ايو اكس مع مكان او وحدة اضاءة كمان داخلية. عندنا كمان الجلافز بوكس بيفتح بشكل سوفت، الفتح بتاعه بيبقى بشكل سوفت، اما القفل فبيكون قفل عادي او تقليدي، بيبقى جواه كمان فرش من الشموع او يعني زي ارضيه من الشموع. طبعا هنلاحظ ان الطابلو من قدام بالكامل بيجي ما بين السوفت ماتيريال زي ما احنا شايفين كده، ده كل ده سوفت ماتيريال، وستيكر كاربون فايبر موجود هنا شكله برده شيك ومميز، وتحس ان هو بيجي على طبقتين او على دورين، مع فتحات التكييف اللي شكلها اجريسيف وشكلها رياضي الى حد ما في العربيه. لاحظ برده فتحات التكييف بتيجي فيها تطعيمات من الجزء الخاص بالجزء العلوي من فتحات التكييف، بيبقى فيها تطعيمات من البلاستيك الرصاصي اللامع. عندنا كمان المرايه الموجوده هنا، بتبقى المرايه الخلفيه بتبقى فريمليس اوتو دامينج وشكلها شيك جدا، بالاضافه كمان ل 10 سماعات موجودين في العربيه في الساوند سيستم الفوكل اللي بيميز الجي تي ماكس عن غيرها من فئات ال 508. حتى الجي تي لاين كمان ما فيش فيها 10 سماعات، فيها 8 سماعات وما فيش فيها ساوند سيستم فوكل، هنا في ساوند سيستم فوكل ب 10 سماعات زي ما اتفقنا. عندنا طبعا برضو من ضمن الحاجات الموجوده في عجله القياده الشفت بادل الموجوده هنا، او التغيير للنقلات موجود اسفل او خلف عجله القياده. الماتيريال المستخدم في الابواب الاماميه بيبقى ميكس ما بين السوفت ماتيريال من فوق مع كاربون فايبر في المنتصف، مع مقابض الابواب اللي بتيجي من الكروم، وفي بطن الباب بيبقى من الجلد، ومع المقابض بتاعه الابواب اللي بتيجي من الجلد اللون بتاع العربيه او لون الجلد الاحمر. وعندنا كمان مساحات تخزين اماميه، بيبقى الارضيه بتاعتها مبطنه بالشموع علشان تمنع انزلاق اي حاجه. ده كده سريعا ما يتعلق بالكونسول الامامي في البيجو 508 وتحديدا في فئه الجي تي ماكس. قبل ما اختم كان في شكر واجب كان المفروض ابتدي بيه الريفيو بتاعي، لكن معلش سامحوني الحماسه خدتني، فبدانا الريفيو من غير ما نتوجه بالشكر الجزيل لمجموعه معارض محمد زكي اللي وفرت لنا كتير من عربيات اللي عملنا عليها ريفيوز موجوده على قناتنا على اليوتيوب. وطبعا بشكر كل العاملين والقائمين على انه الريفيو يوصل لحضراتكم بالشكل اللائق ده، وعلى راسهم طبعا الاستاذ اسلام زكي رئيس مجلس اداره معارض محمد زكي، وطبعا عم ابراهيم اللي مش عايز انساه اكيد هو اللي مسح العربيه علشان تطلع على سنجه 10 زي ما انتم شايفين. بشكرهم جدا على متابعتكم، ونشوفكم ان شاء الله في ريفيو جديد وعربيه جديده. ودايما بفكركم لو العربيه كانت في حساباتك انزل اتفرج عليها بنفسك، اتعرف على تجهيزاتها، اعرف اللي انت محتاجه منها واللي انت مش محتاجه. بشكركم جدا على متابعتكم، ونشوفكم على خير ان شاء الله في ريفيو جديد وعربيه جديده. مع السلامه.